المرزوقي. إماراتية استطاعت بعقلها المبدع ابتكار اختراعات عديدة والحصول على عدد كبير من براءات الاختراعات من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإسبانيا وهونغ كونغ. تتمتع المرزوقي بموهبة فريدة من نوعها وهي الابتكار والخروج عن المألوف، فتمكنت ريم من تحقيق براءات اختراع عالمية، هذا الأمر الذي نفتخر به جميعا لكونها امرأة إماراتية استطاعت من أن تكون مثالا مشرفا للمرأة الإماراتية في كل مكان حول العالم. على الرغم من نبوغها العلمي لم تكن تتوقع يوما أن تصبح مخترعة، فبداية طريقها في عالم الابتكار برزت عندما كانت في المرحلة الجامعية، حيث شاهدت مقابلة تلفزيونية لفتاة تدعى جيسيكا فاقدة لأطرافها العلوية، وكانت تحلم بقيادة سيارة لتتمكن من الانتقال من بيتها للجامعة، ومن هنا جاءتها فكرة تصميم سيارة يمكن قيادتها دون استخدام اليدين. واستطاعت من خلال تسجيل براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لتكون بمنزلة أولى خطواتها في عالم الابتكارات الإنسانية. فابتكاراتها كافة كانت وليدة مشكلة أو معاناة إنسانية كانت تنظر لها وتقرر بداخلها أنها لن تتوقف إلى أن تجد حلاً لها، ثم تبدأ رحلتها في البحث والتجريب وصولاً إلى التحقق من إمكانية تنفيذ الفكرة عبر نموذج تطبيقي. المرزوقي قدمت قائمة كبيرة بها العديد من الابتكارات لخدمة الإنسانية في كل مكان، ليتم اختيارها كعضو في لجنة تحكيم لجائزة جيمس دايسون، المسابقة التي تقام في 27 دولة ومنطقة حول العالم، والتي تعد منصة عالمية لسرد قصص النجاح، وخاصة أن الأغلبية ممن فازوا بها استطاعوا إثراء حياتهم المهنية. استطاعت المرزوقي الحصول على براءات اختراعات كانت محتكرة نوعا ما على الرجال مثل مجال السيارات مثلا، الأمر الذي كان يمثل تحديا كبيرا لها، واستطاعت بابتكاراتها واختراعاتها تخطي جميع التحديات. كما حصلت المرزوقي على جائزة جمارك دبي للملكية بابتكار جهاز كشف المواد المقلدة من الأصلية مايار، ولها ابتكارات عديدة في مجال خدمة أصحاب الهمم مثل موزو الروبوت التعليمي لأطفال التوحد، وتعمل حاليا على ابتكارات في مجال الهندسة البيئية في مجال الطيران، كما كانت عضوا مشاركا في كلية الإنجازات المرموقة بمؤتمر سان فرانسيسكو للإنجازات العالمية.